هذا يسأل عن حديث الخمس صلوات، من خمس صلوات اليوم والليلة من حافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله. يقولون صحة الحديث إلى هذا الحد، لم يكن له عهد عند الله، أما زيادة إن شاء عذبه وإن شاء أدخله، هذه لم إن شاء أدخله الجنة، هذه لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن صححها بعض العصريين ما هي بصحيحة، الزيادة ذي ما هي بصحيحة. نعم.